السلام عليكم. بعد التوفيق تاع الله الحمد لله، دونك شرف كبير لي اني اليوم متواجد في فريق شباب القبائل. دونك ان شاء الله في لو نوفو بروجي هذا ان شاء الله نكونوا بارمي هذا لو نوفو بروجي ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا على اوتر. نو شوف الاهداف اهداف راح تكون اهداف شخصيه وجماعيه، دونك من يمشي انا اللي راح نذكر على الاهداف، دونك هذه تقعد بيني بين الاداره، دونك هما اللي راهم كونسيرني باش يديكلارو على الاهداف. دونك حنا اوتوماتيكمون بلا ما نقولوا الاهداف جلوبالمون، دونك فريق شباب القبائل اللي ما عيب علينا لو كان نقولوا اهداف، باسكو الاولويه تاع الفريق هذا انه يكون في يعني الله تاد في الترتيب تاع الشامبيونات. دونك اوتوماتيكمون راك رايح تلعب شامبيونات، راك رايح تلعب نيفو انترناسيونال، دونك ان شاء الله نتمنى ربي يوفقنا ونكونوا نفرحوا الناس اللي راها تستنى. والله شوف فريق شباب القبائل دونك فريق اللي ما ماشي الفريق اللي يعني تيزيتي في الاختيار تاعو، ولا بيان سور افيك تو لو ريسبي لي زوتر كلوب بارك الله فيهم كونسيرنو موندكس كلوب اللي يعني نشكرهم، يعني شفت من عندهم غير الخير و يعني فوت عامين ما شاء الله. دونك انسان ما ينكرش بيان سور، بون ان شاء الله نتمنى لهم النجاح. دونك كونسيرنو الالتحاق تاعي بالفريق شباب القبائل كان استخاره تاع الله عز وجل والقناعه الشخصيه، دونك انسان يتكل على الله وما راش فيه نامبورت كال كلوب، دونك الحمد لله ان شاء الله يكون في الخير ليا وعليهم ان شاء الله.